هسا شباب، بعد ما عرفنا انه السبيسنج نحسبها شلون من خلال قانون الرو على النمبر اوف البارز بالستيب، هسا راح نكمل الشرح مالتنا. ندخل بالنوع الاول اللي هو شنو السمبلي سبورتد. سمبلي سبورتد قلنا شنو هو؟ الاسناد الذي يصير وين اسناد عرضي ومن جهتين، بحيث انه من مثل على شكل بيم بهالشكل هذا. طبعا طول البيم يساوي لنا طول الباي، طول البيم يساوي طول الباي. يعني من اروح لقانون المومنت اللي هو يساوي دبليو ال تربيع على 8. فهذا شنو جاي منين؟ هذا الطول هو جاي منين؟ من طول البايه. هسه نجي عليهم واحده واحده. فلو اخذنا هاي البايه اللي احنا قلنا شنو، نفترض الطول مالتها او هذا الارتفاع او هذا البعد اللي هو شنو سميناه جونج جي، وهذا الارتفاع مالتها اللي هو نسميه بالمصطلح العام المرايه اللي يساوي لنا الار، وهذا البعد اللي هو شيء مثل محصلة باعتبار انه هاي هذا المثلث قائم الزاوية بهاي النقطة، فراح يصير عندي شنو هنا؟ هذا البعد هو شيء يمثل الوتر. فهذا الوتر اللي سميناه رو شو يساوي لي؟ يساوي تحت الجذر ار تربيع زائدا جي تربيع. زين، قلنا هذا الارتفاع منا لهنا هو شيء يمثل ارتفاع السقف المستمر ويا من؟ ويا السلم. شنو نرمز له؟ نرمز له دبليو. احنا بتصميم السقوف كنا نرمز له اتش، هسه نرمز له شنو؟ دبليو، اللي هو شيء يمثل عرض السقوف، او انه يمثل الويث مال من مال السقوف اللي موجود وين؟ جزء الباي. هذا اللي هو شنو يمثل لي الدرجه اللي اخذتها، اقدر امثله على شكل بيم بهالشكل هذا مستطيل. يعني اذا تعذر علي انه اتذكر هاي المعلومات اللي هي الجي والار والرو، اقدر افترض انه هذا او اكافئ على شكل مستطيل. يعني هذا الشكل اللي هو عباره عن مثلث ومستطيل، اكافئ بمستطيل. العرض مالته هذا المستطيل شو يساوي لنا؟ هو نفس الرو اللي سميناه بي ويساوي تحت الجذر ار تربيع زائد جي تربيع، والارتفاع مالته هو اتش، والبعد من حديد التسليح الى اخر نقطه بي نسميه دي، او يعني انه الدي نطلعه بهالشكل هذا، او من هذا الشكل اذا ردنا نطلع الدي نفترض المسافة من رأس المثلث إلى آخر نقطة شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 2 دي. يعني شنو معناها؟ هسه إذا أريد أحسب هاي الـ 2 دي، الـ 2 دي مساوي لهذا البعد زائد هذا البعد، هذا البعد سميناه دبليو، وهذا البعد شو يساوي لي؟ لو نلاحظ إنه هاي أكو عندي زاوية، الزاوية هاي الزاوية هم مسمينا إحنا رو، إحنا المفروض نسميها ثيتا، يعني الرو هاي مو هي نفسها هاي الرو. فخلنا نفترض انه هاي الزاوية هم اسمها رو. زين، فهاي الرو تشابه المثلثات، تشابه المثلثات هي نفسها هاي الزاوية اللي هي رو، واللي تمثل زاوية ميلان الدرج. ليش؟ باعتبار هاي الرو هي نفسها هاي الرو، وهاي باعتبار مثلث قائم الزاوية هاي المتممة مالته، وهذا المثلث ايضا تعتبر شنو؟ متممة. القصد انا من اللي احسب 2 دي هاي شو يساوي؟ يساوي للدبليو هاي بعد منها لهنا، زائد هذا البعد اللي شو يساوي؟ يساوي له ار في كوساين هاي الزاويه اللي هي شنو سميناها؟ رو. اذا 2 دي يساوي لي دبليو اللي هو هذا البعد، زائد هذا البعد اللي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ار في كوساين الزاويه اللي هو الثيتا. وبالتالي فانه 2 دي يساوي لنا شو؟ يساوي لنا دبليو في ار كوساين ثيتا. لو رجعنا او الرو لو رجعنا لهاي الزاويه اللي هي هاي، فكوساين الثيتا شو يساوي؟ يساوي المجاور او هاي الثيتا، هاي المجاور مالتها شو يساوي لنا؟ جي على الوتر، باعتبار انه الجي تمام او الكوساين شو يساوي لنا؟ يساوي لنا المجاور على الوتر، فالمجاور هو جي على الوتر اللي قلنا شو يساوي لنا؟ تحت الجذر ار تربيع زائد جي تربيع. يعني مو كما اقول كوساين رو او ثيتا، اقول جي تقسيم تحت الجذر جي تربيع على ار تربيع. واللي جاي منين؟ جاي من هاي الثيتا، هاي الجيب تمام مالتها او الكوساين، هذا المجاور مالت الجي، وهذا الوتر اللي هو الرو. اذا راح اقسم على 2 الطرفين يطلع لي بالنتيجه قانون الدي اللي هو هذا. فالدي هاي وين تفيدني؟ الدي تفيدني وين؟ على مود احسب من عندها الاي، حسب ما تعرفون قانون الحديد تسليح، ومن الاي احسب شنو قيمه الاي اس، منعتها احسب قيمه الاي اس. طبعا شنو لازم انا اعرف بالبدايه؟ شنو قيمه المومنت اللي وحداتها كنيوتن في متر، وهاي منين جايه؟ كنيوتن في متر لازم احسب الدبليو يو، والدبليو يو اضربها في التربيع على
ماني اذا كان عندي سمبل سبورتد، او التر بعلتنين اذا كان عندي شنو كانت ليفر. وبهاي الحالة حسبنا قيمة الدي، ومن الدي حسبنا قيمة الاي، ومن الاي حسبنا حديد تسليحه، وبالتالي فانه صممنا الدرج او الستيبل الوحدة، وحسبنا ايش قد تحتاج حديد التسليح. ومن نحسب حديد تسليح الدور شنو؟ نحسب السبيسنج. ليش؟ لانه من حديد التسليح نحسب النمبر اوف البار، وعندي انا الرو معلومه، اقسم الرو على النمبر اوف البار يطلع لي السبيسنج، وبالتالي انه نكون كملنا التصميم مال من؟ مال الستير اللي هو شنو؟ اللي هو بالجزء السملي سبورتد. هسه نجي للنوع الثاني اللي هو شنو؟ الكانتليفر. الكانتليفر نفس الشيء، انه البايه مكان ما اقصها بهالشي قصه، راح اقصها انه بحيث تستمر للاخير هنا، وهاي راح اقصها هيك بهالشكل هذا. ولا بالحقيقه هو المقطعين او الشكلين هو اثنيناتهم يصيرن بنفس الشيء، يعني قصتنا راح تصير شنو؟ بهالشكل هذا. فراح نجي نشوف الشكل شلون راح يصير عندي، راح يصير بهالشكل. فهذا الار نفس الار رايزنج، وهذا الجي اللي هو شنو هنا ايش راح يمثل لي؟ يمثل لي قيمه البي. هذا قلنا نسميه شنو؟ هذا دبليو. وبما انه هاي زاويه الميلان الدرجه اللي هي الرو، اللي هي نفسها هاي الرو، وبتشابه المثلثات راح تطلع عندي هاي الرو. فاذا هذا عنده جزء دبليو، هذا الارتفاع شو يمثل لي؟ يمثل لي الدبليو. هذا الدبليو هو شو يمثل؟ يمثل الوتر. هذا يمثل الوتر مال هذا المثلث الصغير اللي هذا. زين، فاذا هذا الواي، الواي شو يمثل لي؟ لو هسه مثلا لو اخذنا كوساين الرو، كوساين الرو شو يساوي لي؟ مو يساوي لي المجاور اللي هو هذا اللي هو يمثل لي دبليو، تقسيم الوتر اللي هو واي. فاذا الواي شو يساوي؟ يساوي دبليو تقسيم كوساين الرو. هاي شنو؟ على مود احسب بها قيمه الواي. الواي وين راح تفيدني؟ اتعامل ويا هذا الشكل على شكل شنو؟ شبه منحرف. مساحه شبه منحرف تعرفونها انتم شو تساوي لنا؟ تساوي ان هذا الطول زائد هذا الطول تقسيم 2 في المساحه او المسافه العموديه بينهما، يعني معدل طول الضلعين العموديين في المسافه العموديه بينهما. وقبلها على مود احسب قيمه الدي اللي هي تفيدنا وين بالتصميم. الدي شو يساوي لي؟ ايضا يساوي لي معدل طول الضلعين العموديين، اللي شو يساوي لنا؟ هذا الطول قلنا سميناه واي، زائدا هذا الطول اللي شو يساوي لنا؟ ار زائدا واي، فيصير عند ار زائد واي زائد واي، يعني زائد 2 واي تقسيم 2 يعني المعدل. هذا ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي كانه مال اتش مال من؟ مال البيم المكافئ له. زين، فبما انه طلع الاتش، انا ما اريد الاتش، اريد الدي، فلازم اطرح من عند الكبر اللي هو 20 ناقص النصف دايمتر اوف البار على مود يطلع لي قيمه الدي. وبهاي الحاله بالكانتليفر عرفنا شلون نحسب قيمه الدي، وعرفنا شلون نحسب قيمه الواي. فمن حسبنا قيمه الدي راح شنو؟ انا حاسب قيمه المومنت من هناك، لانه المومنت سامنا قلنا دبليو ال تربيع على ايش قد هنا كانتليفر؟ على 2. من نحسب قيمه المومنت هم ارجع علما لهذا القانون اللي هو الاي، تطلع لي قيمه الاي، وبعدين احسب من عندها حديد التسليح، ومن حديد التسليح احسب النمبر اوف البار، وبعدين احسب السبيسنج، وبالتالي فانه كمل التصميم. الملاحظه المهمه هنا، أنا حديد التسليح وين يتوزع بالسمبلي سبورتد؟ يتوزع اسفل. ليش؟ لانه راح يصير الضغط وين عندي؟ راح يصير الضغط او التنشن يصير جوا. بينما بالكانتليفر حديد التسليح وين راح يتوزع؟ راح يتوزع بالجزء الاعلى هنا. يعني بالحقيقه هذا الشكل هنا، هذا الحديد التسليح هو بالحقيقه مو للاسفل، هو للاعلى، يعني هذا المفروض البيم راح ينقلب للاعلى بالشكل هذا. لو تلاحظون حديد التسليح بالكانتليفر فوق، وحديد التسليح بالاسمبلي سبورتد وين؟ جوا. ليش؟ لانه تنشن بالسبلي سبورتد وين يصير؟ بالاسفل. والتنشن بالكانتليفر وين يصير؟ بالاعلى. فلذلك حديد التسليح وين يخلونه؟ يخلونه بالاعلى.